هذا الماسك ياخذ العقل، ياخذ العقل ويشيل الارهاق والتعب اللي في الوجه. قهوة، نسكافيه عادي وعسل، اهم شي عسل طبيعي، وتتأكدين انه ما يحسس بشرتك. وتاخذين كركم، طبعا الكركم حق الكركم حق الجسم اللي تستخدمينه، هذا حقي عضوي، متأكدة انه نظيف 100%. بعدها اضيف لموية بس شوي، شيء بسيط مو مرة يعني عشان ما يصير مرة سايل، واخلطه واوزعه على كل البشرة حتى تحت العين، اهم نقطة تحت العين، واخلي تقريبا نص ساعة، واسوي فيه يعني قبل ما اغسله زي السكراب للوجه، فهمتي؟ هو ناشف كذا، ابلله خفيف واسوي سكراب.